النهاردة جات لي هدية غريبة جدا، أغلى صابونة في العالم، صابونة دهب عيار 24 عشان أغسل بيها وشي، فبعد كده اللي أديله الصابونة ما يزعلش يتبسط. استخسر فيها أي ليفة لهيك بيستفزي؟ ايه شوفي، بس عندي تعليق. هو حدا كتير ذكي، هيك تقديري أنا. حقق شهرة من وراء استفزاز العالم، هيك عم جربي تقولي؟ حقق شهرة من وراء استفزاز العالم، بس هو فنان كممثل. أنا فعلا بذكرني بممثلين المصريين القدام، يعني بحب شكله وبحب تمثيله، أنا بحب الفن المصري بشكل عام، يعني بيستهويني كتير كغنى وهيك. هو عامل حالة فنية يعني، منه الموت بس أنا بسمعه، يعني أنا أحد الأشخاص اللي بحطه بالسيارة وبرقص إذا كنت مودي مش ظابط. بس بهول الاخبار بعتقد لسبب ما في نفسه، هو بحب يستفز، بحب يكون حديث الناس. هلا انا ضد، يعني انا شخصيا شو عم تعمل؟ انه معجون اسنان وانت عم والذهب يعني عم يعني عرفت شو قصدي، يعني خلي الحاجات دي في بيتك لوحدك يا محمد. بس انه مستفز، ايه ما فينا ننكر، يعني انا قليلة استفز، بس انه بس شف له هيك فيديوز انه ليه بتحبي تلعبي دور بطولة يكون هو ممثل بوجهك؟ ايه اكيد. اكيد كثير شطور. وقولي له بحبك بالمصري. ده انا بموت فيك يا محمد رمضان وعايزه امثل معك. انا رح ارجع للسؤال الاول اللي سئل باول الحلقه، بما انه البرنامج مش بس من تقديمك، كمان من اعدادك. يعني انت عامله ريسيرش وانت فاهمه كثير اخبار. ذكريني ليش قلت انه مساحه دوري محدوده، يعني انا لا استحق البطوله، وكيف عرفت انه مشاهد راحت او انت قدرت هذا الشيء؟ لا انا حضرت وحسيت انه دور زينه مكي محدود، ولهيك اجى سؤالي. هل بتعتقد في اسئله؟ هذا ثاني سؤال. هذا بكفي السؤال. انت بتعتقد انه ما بستحق البطوله أو مني بالمستوى المطلوب لأكون نجمة صف أول بالمعنى؟ أنا بعتقد أنك تستحق دور البطولة مش بس بالأفلام، كمان بحياتك الشخصية زينة. مرسي جويس، سؤال خفيف ونظيف فيك. أنا ما كان عندي شروط. لا بالعكس أنا حبيت، بس هيك عبالي أعرف الطريق ليش هذا السؤال سؤال. توقعوا بالرجاء انك تقولي لي جيبوا الفونس. هو كان على بالي جيبوا الفونس مع يكون برجه الحمل لسبب ما. هلا صارت هي عم تفوت بالشخصيه.